النجم الجميل احمد صيام بيرحب بيك في ليالينا. اليوم مبروك عوده ابو العروسه الاقرب لقلوب المصريين كلهم في الفتره دي. التحضير بقى الجزء الثالث الكواليس التحضير ليه؟ بص، هو التحضير ده احنا كنا مستنيين، واحنا ما كناش محتاجين احنا نحضر. احنا اساسا كنا جاهزين للجزء ده بقى لنا 3 سنين، كلنا كممثلين يعني كنا مشتاقين ان احنا نعمل الجزء الثالث، كنا حابين نعمل الجزء الثالث. فايه اول ما جالنا خلاص بقينا بشكل سريع ركبنا شخصياتنا اللي احنا كنا بنقدمها، متسلحين بقى بالنجاح اللي قبل كده وبحب الناس للمسلسل، وده حط على دماغنا عبء اكبر. كان في مظاهره من الجمهور ان هم عايزين الجزء الثالث شويه، لا مفيش، لا فيه، بس واخيرا انتصر. لا، في الدول العربيه كانوا بيقابلوني يسالوني عن الجزء الثالث، دي حقيقه مظاهره فعلا. الحمد لله. شايف التنوع الادوار في اكتر من جيل وتناولهم لكل مشاكل البيت المصري، ده سر نجاحه ولا ايه بالظبط كده؟ لانه بص، انت لما تقعد تتفرجي على ابو العروسه هتلاقي ايه؟ عندك حد شبه عبد الحميد، وحد شبه عايده، حد شبه اكرم، حد شبه طارق، حد شبه وفاء، حد شبه داوود. هتلاقي كل الناس، يعني انت في اسرتك هتلاقي داوود، في اسرتك هتلاقي عبد الحميد، ويمكن تلاقي عبد الحميد وداوود في شخص واحد. بس انت شايفه مشكلاتك العاديه، مشكلاتك الحياتيه، هي دي الطبقه الغالبه في المجتمع، الطبقه المتوسطه. هو المسلسل بيتكلم عن الطبقه المتوسطه. مش غالبا المسلسلات بتبقى اكتر من جزء الجمهور بيتقبلها بصدر رحب، لكن ابو العروسه زي ما قلت في الاول كان في مظاهره ليه. لا يعني مثلا هقول لك، ما الناس تقبلت مثلا ليالي الحلميه 6 اجزاء، تقبلت الشهد والدموع جزئين، تقبلت الاختيار جزئين. في مسلسلات لما بتبقى ملمسة عند الناس، الناس تقبل منها جزء واثنين وثلاثة، إنما تبقى المسألة تستدعي أو يبقى في دراما تستحق إنها تتعمل في جزئين وثلاثة، ده مهم. إنما ما جيش أمط الحكاية وخلاص، يعني مش مسألة استدرار النجاح، ده مش صح. عندك تجربة مميزة جدا مختلفة مع طارق لطفي، مسلسل جديد جدا، يعني الناس شايفاه ان هو حاجة تاريخية على فيها قيمة على سياسية، يعني عايزك تكلمني عنه. لا، هي مش تاريخية قوي. هو احنا في نفس هذا الزمن. هو الاول بس طارق لطفي ده يعني ايه، حالة خاصة بالنسبة لي، اخوه الصغير من زمان جدا جدا جدا، ومن هو طالب في المعهد وهو ايه انا بتعامل معاه. لا مش متبنيه، حاشا لله طبعا، طارق نجم كبير، انما اخوه الصغير انا بتعامل معاه منطق اخوه الصغير. ما نروح نعمل مسلسل، ده هو المسلسل بيتكلم عن ازاي سقطت دوله داعش في الموصل. داعش كانوا بيسعوا انهم يعملوا دوله في العراق وانتشروا منها عشان يسيطروا على الوطن العربي. ازاي سقطت بقى دوله داعش؟ انا وطارق لطفي من دوله داعش. انا وهو بس من مصر، وانتوا الاثنين من داعش، واحنا الاثنين من داعش. هو قائد من قاد داعش وانا قاضي قضاة داعش. هتتعدم زيه برضه ولا ايه؟ انا مش عايز احرق لك ايه اللي هيحصل لي. احنا عرفنا يعني، ولا اللي انت بتقوليه مش مظبوط، بس انا مش هصححه لك. يعني مش هيتعرض للمحاكمة وانت هتكون معايا برضه؟ مش هقول لك. لا كده مفاجأة. عندك كمان مسلسل ورا كل باب، مش عارف قصة فيها جديد؟ ان شاء الله. كلمنا عنها. هي احنا بنعمل، لا انا عامل نصيب واسمتك. نضارة البيضة؟ نضارة البيضة، وبعدين في الا انا. مش ورا كل باب، ورا كل باب كانت السنة اللي فاتت. انا خدت وش الطبق زي ما بيقولوا. لا بعمل حاجة تانية، اعتقد انها هتبقى جديدة على المشاهد المصري جدا جدا جدا، وانا مش حابب اتكلم فيها غير لما تكتمل ونبتدي نصور، لان انا حابب جدا ان انا اخشها بحماس وبسرية. هنشوفك يعني بشكل جديد ان شاء الله. ان شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق، ربنا يوفقك. ربنا يخليك. شكرا جدا.